انت بتدير مجموعه اصواتهم حلوه متباينه والابداع في حته الاحساس بالانا، بتتعامل معاها ازاي؟ يعني ازاي بتطوع الانا وبتقنعني؟ تقنع الباشمهندس اللي بيدرس، اللي بيعلمهم مقامات، اللي صوته حلو قوي، اللي واقف يغني ان يبقى كورال، والحد قد يرى انه صوته اقل منه لكن هو قابل وراضي وسعيد انه واقف له كورال. التركيبه دي والتعامل مع نفس بشريه بالشكل ده صعب اكيد، لان كل شخص شخصيته بتبقى مختلفه عن الثاني، تفكيره بقى مختلف. بس احنا بنيجي لحاجه بسيطه جدا منهم، احنا بنيجي على الاله الموسيقيه مثلا مع المدربين، الصوت مثلا سمعناه عرفنا مساحته وبنبتدي نشتغل معاه، بيبقى واقف على المايك وادي الاله، هو ده الحكم اللي ما بيننا، التوناليتي بيكون واحد. لا انت اخترتهم خلاص وهم اصوات حلوه خلاص، بس في تفاوت، بيحصل تفاوت اكيد، في تفاوت، بس الاحساس النفسي، احساسي بذاتي، التضخم ده غصب عني اكيد. بتتعامل معاه ازاي عشان تقول له لا انت النهارده كورال، ما انتش نجم بتاع المسرح، في نجم غيرك. الاحتواء، ان انا مش بتعامل بحته ان انا بزعق او بقفل وشي دايما، وانتوا كلكم راضيين وما بتحصلش اي مشاكل نفسيه، ما بتنفسنوش ما عندناش خالص، مفيش حد بينام كده ويقول سقفوا لي اكتر، شفتوا الناس كانت في المسرح عامله ازاي علشاني. الحلو فيه ان هو مش بيجبر حد على حاجه، اي حاجه يعني كورال او اي حاجه، احنا بنطلع واحنا مبسوطين كلنا مع بعض. والله انا حبيتكم جدا وشكلي هقعد معاكم في الكورال. نغني ايه؟ يا واديه تقيل بقى، يا واديه تقيل مع بسنت للسندريلا. بسنت يلا يا بسنت، يلا يا بسنت يا واديه تقيل. يا واديه تقيل، يا واديه تقيل، يا وديتي، يا وديتي،
معرفش اهل الشرطه اسم الله ولا دبلوماسي وايديه ازاي او كده كده ويمشي ازاي او كده كده وحواجبه ازاي كده ويقف ويقول انا هو انا هو المهم مش قد مقاسي برافو يا بسنت، برافو، بشكرك جدا. بص انا محرج جدا، انا قدامي وقت قليل. بسنت انت بتدرسي ولا بتشتغلي؟ انا خلصت دراسه جامعه سياحه وفنادق، عندي 24 سنه. كمان 24 سنه وانسه ولا ما اتزوج بقى كده العرسان هيجوا كتير. بتغني بقى لك قد ايه؟ انا الموهبه عندي من وانا صغيره بس بدات مع فيس باند بقالي سنه، كنت في مكان قبله بس كنت يعني في مكان بتغني بتدرب بتتدربي عشان المقامات عندي ما كانتش احسن حاجه فروحت مكان ما ارتحتش فحد قال لي على فيس باند رحت كله هناك يعني احنا عيله يعني قبل ما يكون مايسترو او دكتور او اي حد فاحنا عيله اخوات بنتكلم اي مشاكل بنحلها سوا يعني مش مجرد كورس وبنمشي. انت هتصدقي انهم مندهشين انك بتتكلمي لانهم قالوا لي انك خجوله وما بتتكلميش فهم شايفينك ما شاء الله لبلب. بحبهم جدا فيعني المشاعر الطيبه دي عامله جو يعني. قولي كمان كلام حلو عنهم. هم يستاهلوا كل شيء. ايه رايك في الفرقه الجنات دي؟ عندنا فرقه كمان عشان ما عندهمش فرصه انهم يتكلموا انا اللي هغازلكم. كلهم شغالين حلوه قوي جدا احنا والله كان وقت قصير وجنات كلهم بيتمتعوا بالوسامه وحابين الشغل ومبتسمين طول الوقت فانتوا سركم باتع يعني ما شاء الله. اتفضلي. شكرا.